السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على أزمة كبيرة تهدد مباراة الجزائر والسويد، يعني لأسباب عديدة، يعني وين شعنا وين فشل الاتحاد الجزائري لكرة القدم مع نظيره السويدي في تحديد الملعب لاستضافة مباراة منتخبين خلال فترة توقف نوفمبر المقبل. يعني قاعدين يلعبوا في بلاد السويد، يروحوا ولا يلعبوا، هما اصلا يبغوا قطر كرة، راحوا يلعبوا في قطر. حنا المدرب تاعنا يبغي قطر كرة، لعب في قطر نورمال عادي، يشموا ريحة الكوب ديموند هما يشموها، ما راحوا لهاش يشموها، هذه هي. علاش لا؟ عرفتوا كيفاش وين وصلنا؟ وصلنا وين ما صرنا. هذه النقص، يعني هذه الظرف الاتحاديه، رئيس اتحاديه تاع حشيش، يروح يشوف الحشيش ويرفد تقرير للمدرب. بالعكس، نورمالمون المدرب هو اللي يدير التقرير، راك راه رئيس اتحاديه يدير التقرير للمدرب. والله ما فهمنا كاع شويه، انتوما بلاكم تعرفوا خير منا، احنا ما والله ماني نفهم. صحيح مانيش نفهم حاجه، اللي نعرف انا يا مدرب يدير التربص تاعو ولا انجاز ولا اخفاق، يدير التقرير تاعو يقدمه رئيس اتحاديه. رئيس اتحاديه عندهم لجنه يجمعوا يهضروا ويكملوا ويشوفوا، حنا لا، حنا بالعكس. نورمالمو هذا التقرير اللي يديره كاع صابو ربي يدير التقرير يرسله للوزاره الشباب والرياضه. علاه المدرب ماهوش وزير، هو مدرب ماهوش وزير الشباب، ماهوش اختصاص تاعو الميد العشب الطبيعي، هو ماهوش اختصاص، هذا مدرب. بصح لا، هذه كلش يعني وين المدرب وين دار ضغوطات على روحو كلش. المدرب ارسل المدرب، دير المدرب، خاطش علاه؟ هو دار هذا الضغوطات دايرهم على روحو. كل مدرب كون حلو وقال لهم اي انا خاطيني انا، الله يسهل، انا ما غادي نزكي تا واحد، ما غادي ندير تا واحد، يعني اللي بيجي رئيس كيما دار بوكرا نهار اللي قالوا له على المدرب، قال لهم انايا نخدم مع في الجزائر، قال لهم انا نخدم في الجزائر، انا ما نجيش نخدم عند مدرب معين ولا نقول لكم مدرب معين ولا نقول لكم. مالغري راك تشوف واش راه صريح، امر خطير جدا. هاد الناس اللي راهم باغيين يقلعوا، يعني بسبب يعني كي راهم يديروا كيما هكا، يعني هذه الحياه، هذه ما مكاش كاع، على بالكم بلي مكاش. نورمالمون محاسبه عليها ويعيطوا الناس، وانتم كيفاش هذا بوكرا راكم ديروا كيما هاك. وراه حنايا 2011 لعبت في السودان، يعني كان عندها رواج كبير في الاعلام الجزائري، منتخب وطني ونتبعوا فيهم برومي ماتش حتى الدومي فينال، خسرنا مع التوانسه بار لي بيناتي. هذه هي الناس مزداقتها، وحنا جاتنا هنا الجزائر ما راهمش باغيين، كاين ناس ما راهمش باغيين باش ندو كاس افريقيا، وين راهم يخدموا على ناس باش شتايلا يخدموا باش يعطوها لبلاد، انا عارفين باش بلاد تتوج بها هنايا، يعني عملاء، ناس هادو عملاء، هادو يتسمى بالنسبه لي انا نشوفهم عملاء. كيفاش راك دير، الشونطاج البوكرا؟ راك تشوف انتوما الستاد ما صرتوش باش تلعبوا مع هذه السويد، هذه ما زلتوا ما صرتوش الستاد وقاعدين تعسوا في بوكرا. الله يجعل ربي يخلص فيكم يا ودي، يا ودي لا سواس طلب عند ربي، وقت بهدلت بهدلتوا، هذا الخطا الله يجعل ربي يخلص فيكم، تزيدوا تبهدلوا وقت بهدله والعداله الالهيه، يعني الشرع تاع ربي هود بهدلكم، خاطش عليه القلب سافا با، القلب سافا با خويا، قلوبكم كي والو. هذه هي كاين اللي يقول لك باللي الثوره كيفاش نجحنا، الثوره الناس اللي فجروا الثوره كان عندهم ايمان كبير، ربي كان مرقب في قلوبهم، ربي كان مرقب في قلوبهم، هذا ربي كان عارف شكاي في قلوبهم، كان عندهم ايمان كبير، ربي بارك لهم وداروا ايمانهم في الله، توكلوا على ربي. انتوما راكم تتوكلوا على انسان،
نتوما كنت توكلوا على انسان نتوما كي غادي تبراو ما غاديش تبراو ما غاديش تبراو خاطر هذا ما راكمش تتفكروا ربي ما راكمش تتفكروا ربي راكم ديجا غير بنادم راكم تتفكروا بنادم هذه هي وهذا شوف كيف فرعون على ولا فرعون على ولا فرعون الشعب تاعو كان يخرج يقول ما ناش كون يقولوا له انت ربنا صح يقول له يبانوا بلي هذا المدرب راه يشوف روحه رئيس دوله راه يشوف روحه كيف تاع قاعد الناس ماشي مقيم تا واحد يتربحوا كمل من الطاف حطوا يشد رحمي قلع روح يبقى يومين التربص يجي اي صايي تربحوا شي توما مشي خاطش علام عرفكم بلي مشي رجال عرفكم بلي مشي رجال مدرب هذا انا في جانب شويه برك شعره مي راه ذلكم ذلكم خاطش علام ماكمش رجالكم جيتو رجال نوقفوا معاكم نعطوا عليكم صح هو هذا المدرب شي باغي بكره نتوما جايين معاه ودي الجزائر هذه الجزائر اي سي محمد انت كيما سيدي موسى انت سيدي موسى شكون اللي كتبها لك تاع اسمك انت جزائر انت كيما تخرجوا فيه بكره تخرجوا فيه تقيسوا فيه في تونس ماشي عيب عليكم هذه ماشي كشفه هذه وين عاود نولو وكان الاتحاد الجزائري قد اتفق بشكل رسمي مع نظيره السويد على خوض مدية تحضيرية الشهر المقبل في مدينة مارسي والتحديد في ملعب يعني تاع مدينة مارسي لكن سلطة المنطقة بوش يعني ترفض حتى وين رفضت حتى الآن وكشف السعيد يعني نروح السعيد فلاك يعني إعلامي في التلفزيون الجزائري الرسمي عن صعوبة الكبيرة التي تجدها الشركة المسؤولة عن تنظيم مدية الجزائر والسويد في سبيل إقامة مباراة في فرنسا وحنايا على بالك بلي كانت الاتحادية تتصل ديريكت مع الاتحادية كالشركة هذه الشركة تعمل هذه الشركة شكون على بالك كاين شركة عالمية يعني كيما دير تنظم كيما اللي كانوا بكري ينظموا لنا تاع كوب دي مون ميكالي فينا هما ينظموا لك لي بارتي بصح حنا نضربوك شنو كيما شركه هاويه يعني تاع محبه شركه تاع محبه فيها الاحباء فيها بن عميست على ذيك هي اللي تنظم وتواجه لجنة المنظمة رفض كبير بسبب تخوف السلطة هناك من تكرر ما حدث خلال فترة التوقف الدولي والتحديد في مباراة ودية بين البرازيل وتونس وكانت السلطة الأمنية الفرنسية سجلت تجاوزات عديدة داخل وخارج الملعب حديقة الأمراء خلال هزيمة كبيرة التي تعرضت لها تونس على يد البرازيل بنتيجة 5-0 بخلاف وجود هتافات عنصرية يعني ضد المهاجم البرازيلي وأوضح مصدر أن الفرنسيون لا يريدون تكرر ما حدث مع تونس خاصة أن الجماهير الجزائرية كانت ستحضر بشكل أكبر كونها أكبر عدد في فرنسا وتم هناك احتمال كبير لنقل المباراة لمدينة يعني في عاصمة السويد يروحوا يلعبوا في السويد وانتم مالكم بازين على فرنسا علاه باغيين تطبال باغيين طبلوا ما انتم باغي فرنسا باش طبلوا هذا مكان باغيين الطبيلة فرنسا طبيلة هذه هي انتم هذه تحوسوا ليها كيما هكا والله عيب عليكم والله لا عيب عليكم واش راكم تديروا عيب عليكم وهذه ضعف الاتحاد هذا من ضعف الاتحادية بسبب ضعف الاتحادية هذا ما كان هذه ضعف الاتحادية فقط ماهيش حاجة كبيرة هذه ضعف الاتحادية شوف كيفاش بارتيه باش تنظموا بارتيه مكاش ما خاطش عليها ما عندكمش الشخصيه ما كاش توقف رئيس اتحاديه تاع رئيس اتحاديه هنايا تاكلين على هذيك المؤسسه هذيك اللي تريكيكم لي بارتي وتنظم لكم لي بارتي يعني والله لا اله الا الله تبهديله وصايك راكم يتبهدلوا فينا مستو غير تبهدلوا وغادي تقعدوا غير تبهدلوا فينا على بالك يعني هي تقعدوا غير تبهدلوا
وقت تبهدلت تبهدلتو بس صح. عطونا شاب كومنتير، بارطاجونا الفيديو، واللي يمشي ابوني معنا ابوني معنا، تعود دائما معكم جديد. صحيتو خاطي.